بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل وبقول يا فرتنات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جر كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، باب كاس ينعس السعودي، حديث كي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما طرق ذي سبا ينعس السعودي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا شعبة الحجاج عن حبيب سمع أبا العباس حبيب بن أبي ثابت سمع أبا العباس بن مغلي حبيب كو مركب العباس والصائب بن فروخة ومرتين سمع عبد الله بن عمرو بن عاص بن مغلي أصبون أبو العباس كو قال لي رسول الله وحول عبد الله نبي وحول يقول يا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل سيد الله شيغي أما أتقول دارتي إنك لا تصوم الدهر سنة قدن باتصونتا وتقوم الليل هبين كنا واد استاكتا سنة قدن وحلوش يدا الروح انتو أسوك نوليا تدوك النو شايبا لقاها الله هيا وإنك إذا فعلت ذلك سيدا هداد يشو هجمت له العين هجمت له العين إشها لقري هجمت له العين إشو ويقريسا بمعنى ويدالي وركي إشو النسان ويدو هبئ هبئن بسوش يدو ودن لها تاكتو إنه ويقريان ويبابايان قد بيقليا ونها كتو وين ضعيف إسا ويبابايسا إشاذو ويقريسا وين الدالي ويتبر بيلي لا صام مسو من صام الأبدا ولي نينك صومي انسون دي استسون كيسو سون جرمها صوم ثلاث أيام من الشهر صوم الشهر كله نبي حورس عليه الصلاة والسلام صوم ثلاث أيام صدح مال موت صون كوت من الشهر بش الله غشو صومه صوم الشهر كله بشو الله صومي بشو الله صومي وحال الله طوء والله مدى أضو بلو البكى صوم صدح مال موت قلت وحاري فإني أطيق أكثر من ذلك روايتك أي صمرتين حالي أفضل من ذلك هي أهيد مرك أزيادة يا أكثرون بلغو فصيرها هي وحافظك أبدا النبي الشيقة هي سحابك ما الشيقي فإني أنا أطيق وحان أوده أكثر وحكبدا من ذلك صدح ذام الموت قال النبي وحوري فصوم صوم صوم داود مرضي سيداتا هي نبي الله داود صوم كيس الصور نبي داود محوسى من جري كان يصوم يوما مال بصوم جري ويفطر يوم مال وافر جري ولا يفر من عرر جري ما بقن جري اذا لاقى مكو عدو الله كلمه وحدثناه ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر محمد بشر العبدي عن مسعر بن كدام الهلالي حدثنا حبيب ابن ابي ثابت هذا صومر البصري بهذا الاسناد سند هذا صومرتين عن ابي الشاعر عن عفوا أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال سنة كثمر وقال وحون روايات كان ضمبي مسعر في روايات عن حبيب وحوري ونفهت النفس نفت وداليس نفهت بما نفت باداليس النوغيس نفهت أي عيت وي ويدو أي هبسومي أم وينوغ أم ويدالي يعني نفت هدان لون نسنين ون ساعة بساعة لوغدقين ومالين كان الصون لو دايو هبين كنا صلاة الليل يرد الآن لو دايو ويدال ونوغس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو بن دينار المكي عن أبي العباس السائب بن فروخ المكي أبو إنك شاعرك أوي عن عبد الله بن عمرو عاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر مين لي شيء أنك أذو تقوم الليل هبين كنا سوتشيدو صلاة تاغنتاي وتصوم النهار ضررت لنا أصوم قلت إني أفعل ذلك النبي الله أرنك وان يلا وأنا كنت أرتيبا قال النبي حوري فإنك إذا فعلت ذلك مركز ذاتي شهاجمت عيناك إن هذا قرى يدالي ونفهت نفسك نفتضن وهبسوميسا لعينك حق إشهد حق بك قول إذا ونفسك نفتضن حق حق بيلا يو هذا ولأهلك ريرك هذه عرورت ذنا حق حق بأو هذا حق أصغى بدن هي سوچيت كذا جوقت دا هي صلاة الليل كذا جوقت دا هي صوم كذا جوقت دا هي حقوق دا اسمك كينيان بو نبولي طبيعة البشر باسداء
مركا حكمك وحكم معلل النهي ونهي معلل بمصلحة شرعية إن لقى طلاب صدانا أي سنفيعني قم هبينك توس وسوجيت قم يعني بعض الليل هبينك بركي توس ونم بعضه بركينا سيحو وصم بعض أيام الشهر مالمها بشا مالمها وحكسون وأفطر حقنا أفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب أبو خيثمة النسائي حديث أنت بضن أبو بكر كقضى إمامك في مصنفه أو في مسنده غالبا وفي مصنفه وحي أدويدنا أما لدي سي أجزادي سي مسند كسوك كينا ويرتى حديث مسلم كقضى أبو بكر عبد الله بن محمد محمد عبد الله إن أتكوي إذا مصنف كيسي مسند كيسي ويرتى. قال الزهري حدثنا سفيان بن عيينة أيو جري عن عمرو دينار المكي رواية هورنا وحيسوا هيد عن عمرو لمن نسب إن عمرو بن دينار عن عمرو ابن أوس يعني عمرو ابن أبي أوس الثقفي وتابعي كبيرة تابعي كبيرة وإن كان عمرو ابن أوس قضت وسحابي لكن عمرو بن أبي أوس الثقفي بلوجي ذا وإن تابعه عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام صون صنا متك اللي يقولش عليها إلى الله ألا وين أكتيسة صيام داود نبي داود صون كسيوي صون صنا ولا صومه متك إلى يقولش عليها وحوي صوم كنبي الله نبي الله داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة صنا ولا تكذو مد ربي يقولش عليها هنا صلاة داود نبي داود صلاة يسوي كان ينام نصف الليل هبينك النسكي بو سيحان شري ويقوم وحتوس شروط تكون شري ثلثه هبينك صدح ملود ميل وينام وحتوس سيحان شري سدوسه لحملود ميل بو سيحان شري. وكان يصوم يوما حق الصوم كان مال بو صوم شري ويفطر يوما سداس وكوة لي هبينك نسكي سو سيحان شري ونسكر لحساع الدواء لصيح ذا انت اللي سوى شي ذنبه إيه كدبنا ثلث الليل لو تكون شري ثلث الليل لو افر ساعة أفر ساعات وي أفر ساعات بسوتشيت الشري اللي هبينك والله بيو طبعا ساعات ثلث كسوة أفر أفر ساعة بسوتشيت الشري كدي من سدس كيسونا والله بساعة طنبة الله بساعنا وسيحان شري مركا قابك وسوتشيت الشري ما والله سكوها يوم من لحظة ساعة هروس سيحان شري كدي منا حسوك عشري كودا إيا الله بضا إيا صدح ذا إيا أفرتا أفرتا ستكن شري كدي من الله بضا طنبة ساعة طنبنا وسيحان شري مياه مسوي حمل لوجي ذا اسكوع العلس نص هراء هي ثلث نص ضمباء هي اللي بس عو كل أحد يرتقيب الضمباء ضيد أنت لحظة عقش وبمعنى مثلا نص هبينك نص كيف وصحنا إياه والليح ساعة كدي من الكود يسديد وتكنية اللي بس عو صدح ذي أفرتنا وصحنا إياه وحنا سوتشي ذي لوا ضمباء فجر كتكتا مركا الله صور وام حيا بينكي نسكينا وصيح ذي ثلث كينا وطو كذي هدنا سدس كينا وصيح ذي وقليها سيدة أورانا وحيلي هدى سلاة الفجر صباح ذا ويتوكن جرى أنبياء ظهورا أم بضبضا بلقوا واجبية لي هدى الليلة ذا بينكي لح ساعة ظهورا وصيحان جرى أفرت دحيء الثلث كأنا وثلث الليل الأخير نوسو جيد جرى لبضا الضنبي سدس كأنا وصيحان جرى سلاة صباح جاي كبح ذي جي أدي وذا دقاب كأوركي طيب صلاة الصبح اللي إنه ناقشين وقولي شتورت وين لصو لصو عدي ويبقى أنت طيب صلاة الصبح واجب وكو أهيد نا إني تين أو كلا أهيد ويكو وقت أهيد وين لصو عدي ركعتين وبلا شيء جي صلاة الفجر بواجب كو أهيد ما لو شيء جي لما هي ليين المهم وهبين قاب كأب ما وام هاي لح ساعة وهدهرة والنص الشدي شغل كي هوله الدنيا دي ما أنت وحي حرب الله سوق قال يا دغال يا سفر يا سعودا لا نستو وافر ساعه دنبنا توكتو ادو نشاط اه افر ساعه واحد قبسن ويدو هابين اه ان عندنا ايسن قلن ضو ايو دنتالد كو هينين يا قس كو هينين واحد قبن ويدو مالين قبن ميسد لبا ساعه هابين لح ساعه مالين كي خير بدنت كدب افر تاسع قران يا تهجد يا صلاه الليل يا قيام نوا لو دالي حقوقنا شيء ربطه لبا ساعه دم روح السيحده حال إنه سجد الله ما قرته داوي كتاي هذا النص هو ساحة أود سديد ساعة مسألة ساعة سوق على وإلى فجر كأت سجده وسدا كتو نو البوك في رحال إنه سجد وقرني
لكن مركز سجيد كحالي أفرت ساعة أتقد خرت الله بساعة ونصي يرسعة أما ساعات من ده جود ستة لو فاهم هاي وش هذا ورد الله هي إيش هذا وفول إذن رياها هي السمعة وحبالك قبل بدأك متى إن الثريد ينبرس طوز هواي صوت رضا حاله مسوي شيء آد عمرته وحكى غفلا إن شرك هذا الله جرت الله بساعة نصت يعني النبي داود قاب تكن جرى أمس وجيد جرى وقاب آدي هذا قي بضن آدمنا وحير مهين أنت كلا إنكري إن إيش كتشيفان ويدفوفان سيد ضمير كيو إن يعاود نسوت تكن هذا لوضم بأودان طيب مركز هذا الله يلو وحدثني محمد بن رافع القشيري قال أبو بكر سجنا حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاء أبو بكر أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرني عمرو دينار ابن جريج بادوح متابعين يا صاحبك سفيان 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 عن عمرو مركر رؤوس مري أبي العباس كوري هذا عن عمرو بن أوس الثقفي كوري دمبلة أن عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي أخبره عن عبد الله بن عم نعاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله أحب الصيام إلى الله عند الجمهور وحوي صونك مطلقة صونك سنة مطلقة سنة مطلقة بمعنى سنة أن لا قيدين إلا الضبرين يا شرع قبر ربنا دوقة تكسوه ميس بل والبعض كم ما قيسا لقها الله أما ما المها عيما سيد صونك مالك عرفه صونك عاشورة خميسي سنين تا أيام البيض ما المها قوني دا اللهم عابي سيد الرواتب توكلاء أيوكم اجران بجمهور لي أحب الصيام إلى الله والصيام المطلق إن قيد لهين إن ضبر لهين إن فضل قناء كسو أرورين باللوجه ذا بلي وأنا معنى صحيحة صيام داود نبي الله دوسون كيسوي كان يصوم نصف الدهر سنة كبر كيبو صومي تشري محايا إله داد مالنا الصونتو مالنا أفرطو لح برود بعد مركة الصونكو قادنا يسا لح برودنا أفربط قادا وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود صلاة والصلاة المطلقة وسنة التطوع المطلق والتنفل المطلق وسنوين كصلاة مطلقين قران لقيدين إن عينين وقت معين كأن لهين إن فدقون كسو أرورون سيدا رواتب توكالي سنوين كمركة صلاة معينة وقت رواتب تا كهري صلاة هو كلام كدن بيسا صلاة قوني أجر أو سنوينا أو كوان كفت بدن بلي كان يرقد شطر الليل هبينك النسكي بو سيحان شر اسكو العليس لبي الطبان كاس ساعود هبينك لح كميدا بو سيحان شر أفر كميدا بو تكن شر صلاة كدبنا لبس ساعة يو تكن شر ثم يقوم مركاسه ثم يقوم مركاسه توسي شر ثم يرقد آخره رواد أنا ملك عضيس وتوسي وأفر تصعب وقالنا يا آخر كان واقصي حنايا لحظة صاعي وسيحان جريني أول الليل تاينا رواية كلاد قصة مرتبة في كتاب الصلاة وين صونا نغنتون يقوم ثلث الليل يقوم وحوتوسي جري ثلث الليل هبينك ثلث كيبو توسي جري معنى تكنجر استاق جري قيام كو قادن جري أفر ساعة بعد شطره أي بعد نصف الليل هبينك مكو كلابر مكدب أي أفر تاسوه جري جري شطر يسانا وساحن شري هوري قال وحيري وذاتك ابن جريج أها قلت وحانكول لعم دينار وحانكولي عمرو بن أوس كان يقول مع من أوس الشيخ هذا أرن شري يقوم ثلث الليل يقوم ثلث الليل بعد شطره قال وحيري نعم ها شيخ يا أرن شري يعني الرواية عند ابن جريج وحي عضيني سا إن إدراج وكجر الرواية هوري إنه إدراج كتيره يعضين إسا تنضم بي يقوم ثلث الليل بعد شطر هنا أي تهي من كلام عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي معناها سوى محتمل وحكوا محتملة إن ليلة قول قوام حي أسقى ورنشري مع من أوس با ورنشري وكو ورنشري عن عبد الله بن عم نعاس عن رسول الله أن داود عليه الصلاة والسلام كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ويرقد آخره لبدا احتمال بوارد لبدا احتمال مثل الرجيح كور مجر حافظك يولي كن هل بقول صدن يكو حديث كمكو شرحاي كفيري بخاري فتح باري لفظي كان ضنبئي مع من أوس بأورن جري يقوم ثلث الليل بعد شطره عمر وكو جوابي نعم
واحتمال اني مدرج تاي اويتا من كلام عم ناوس فقط وحكره محتمل اني تاي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او عبد الله بن عم ناوس ورين ايوه عم ناوس وحو اشيغي روايه لا تفقها روايه لا بابا محتمل كين رجحينا متكو اصل كحوجينيو الاصل ما ورد في نص الحديث في ثنايا الحديث انه يهي انه من كلام المروي عنه ونبي محمد عليه الصلاه والسلام صار اصل كاس حوجيني. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن مهران خالد الحذاء عن ابي قلام عبد الله بن زيد قال وحول وذات كاس ابو قلابه اخبرني ابو المليح واسمه عامر الهذلي عامر اسامه بن زيد زيد بن اسامه انت والله ازدوام رياي عامر ام كده عامر بن اسامه قال وحول ابو المليح دخلت وحان قلي مع ابيك ابها لجرن كيسا وحان قلي على عبد الله بن عم نعاس بن قل ابو المليح وحوليه ابو قلابه انيق يا ابها ابو قلابه ابه وزيد بن عمرو أبو قلابة وعبد الله بن زيد أبيه نوازي بن عمرو الجرمي وذاتك أبو المليحها يوحولي أبو قلابة حديثك قضى نيسا لكن أنا يا أبا هذا إسراعني دخلت على عبد الله بن عمرو عاصبان أقلي مع أبيك أباها لجرم كيسو زيد بن عمرو الجرمي فحدثنا وحنوشي عبد الله أنا يا أبا ونوشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه ذكر له إن لوشي صومي صوم كيغا فدخل علي النبي يسوع قال روايتك كحالات ثم رئيسين ما هي هاين إن نبيك ويسوع فرندر عمر كان أتقون الله كل مي هي إن هي إلا يسوع فرندر إن أنا لو أتقي روايتك حي هاين وأشك الراوي صواب كوا ما هي ممكن نبيك هو شم مغلي وأبي عم نعاس ودعوي نبيك راسد عبد الله قرب يسوع قلت له فدخل علي النبي يسوع قال عليه الصلاة والسلام فألقيت له وحن نبقى أطرون أردقاي وسادة بركين أو من أدم إذين لقى السمية حشوها عف كذن أويهي ليف ألقويهي وركائنات فانتين بيلتاي بركين لقى السمية صوفي عطبي بالكن شوضاري فراش اسبونشان إذن قاعد قرع ما أوش وبركين قرن نفقه لكن حل قاس الدوحي لها يوي فألقيت وحن أردقاي له للرسول تكر إكراما له لما قال صوب بغض يقولك الصوب قال هذا هو مال في عينه فريسي والربا ويساد تبركين بأن النبي قال لك إذن كفرد عربيد يقراص بايزتا وكرسي قوة هي وياد من أدب إذين لقسم مقار صام با لقسم بي ظهار كذي وحكو عباني هاي ما هم مريح عن جلجل عزان يا الله تنطابع أنا حريرت إيد قعنت يزنو أي أدمو يسو ما قال لتابسيو إن الله تابعنا دقور بكايل إن الله تابعنا وحكور كيس الله تاتو بكايل أو أقول سيدي حسن بالله شو يعني يرتب كسي دارم بانو مالي يا مجرمية وأدو يعني يرمي تقانيدي دم ملا حشوها واحد جدها اللوج الحشوة محي أدي قلك إيو هرقدة محاب جدها لقى قليا وحاب جدها لقى قليا يدك هذا صوف يعود بإيو سبونج وحبات قليسان حشوة واحد لقول عبي وحوها ليفن ألقين ديجرين ودادو ألقدن وابالو إيك بهال حسكو شو يقوي أو بالبال عن أن إربض إيوه وحكم ده يوين أن الله هي مرجع الجي عالجي عين وآخرية كو ألف آخرية أنت ويلي ويكب على هذا وضعنا دير ما كنت جارس سعوتان وضع ده كنت الله يضو في فيقان ده قبل بالعرم بيل ده وحسكو السلون أنت الله جرو يا لقرمي يا كتبنا دوف دي ده يعوس كي ده صار لقو جرا فراشنا لقد جن شري شدي ركوم فريتكو قنبها قنبها قولف كيس وقا دكتان فراشي قا دكتان فراشي بلد هوسي شو بلد حيوي دي يجبون هي واساسوي قيت كم قنبها زمت قانان اي بارك هو سي اسا لفت كيس وحال قسم ايست فراشي على قسم ايست اذن حشوها وحال لقو عبد محوها ليف وحوها وحاد مودو ايون مركا فراش لو اركاي فجلس على النبي وبركته بسكري حيبا تواضعا تواضعا فجلس على الارض دول كنا بيقول اسكفريست دول كيف اسكفريست وحباس دي من بركنا مره به اسكفريست وصارت الوساده بركنت وحين نقط بيني انا انت كدحيس وبين الرسول كدح انت كدحيس بركنت ما نو دحيس بان حقا سان كفديه
نبينا دنكن وكفدي مركه بركنت بانو دحيسبا فقال لي وحيغي اذا انت اسوا مركه لا قادانيا قفكي اد سو بوقت او تيميد وحو كوغو اكرامي ان مركه قاركود اسك ديدي كرت دوتن دبسنين كرسو كفرس ما يدو كان كفرسن بعد ذكرت ما هلكن ما حق كلان اسك فرس ان حمانا اذا نهاين هدي مركه ان واحد داو قلبي سو سن جارين نبي وحيود أما أما يكفي كم يوسف كوفلن عبد الله يوم من كل شهر بالوالبا ثلاثة أيام من سدح بريموس كغفل الليل قلت يا رسول الله نبي الله وحاري بوري ها ويقفل أنت لكن أنت وحك بدن بن أوذا قال وحوري خمسا قلت يا رسول الله نبي الله يكر دوي زيادة أتومرتين أنت وحك بدن بن أوذا فقال وحوري سبعا تضمي كوفل الليل قلت يا رسول الله نبي الله وحك بدن بن أودا قال تسعا سقال مين كوكو في الليل قلت يا رسول الله نبي الله ويكرني قال أحد عشر كي تمام الموت قلت يا رسول الله فقال وحوي لا صوم فوق صوم داود وحك بدن بن أودا وحك وين بن أودا نبي حوري صون صنة أو مطلقة أو كسر رأي أو كقيم بدن صون كنبي داود مجرى فريسو لا صوم صوم مجرى فوق صوم داود نبي داود صون كيس كسر رأي كقيم بدن شطر الدهر سنة كنسكي وي صيام يوم وإفطار يوم ما لنا أفر ما لنا صموي صن كفي عنا مجر يا سيدا يل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد عن شعبة بن الحجاج حا وحدثنا محمد المثنى أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر غندر كذا مريسين وي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض الخزاعي قال وحوري سمعت أبا عياض بن مقلي واسمه عمرو بن الأسود العنسي مركا ومشهور بكنية أبا عيادكو عمرو بن أسود عن عبد الله بن عمرو طرق ذي حديث كعبد الله بن عمرو بن عاص بآد وقل حيا مسلم وحبه سنكتقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكوري صم يوما مال صم ولك أجر ما بقي سقالك هرين أجر كذبا ليضح حقا علي النصوم ولك أجر تسعة علي النصوم الرواية هل مال صم سقالك مال مود أجر كذوا لغو سينا يا محايل حالك حسنا وحال الله الله با أولا لما تبارا طمانشر قال وحو النبي الله إنه أطيق أكثر من ذلك وحان أولا هوشا وحكا بدن بان أولا قال صم يومين لما مال مود صور ولك أجر ما بقي وحي صوهر أجر كسنا والليلة وهذا لما مال مود صنتو محاكا دي مطبانكي سيدي مالموت سيدي داجر كذب الله ده سيدا اسماء ظاهر كوي لكن معنى وحكينا يا مركل لقول الله بتقاعدة دي اهيد إن حسنات كلا الله بي طبنجر حسنة والباء إن لباتن نقط إن لباتن نقط صوم يومين لما مالموت صون ولك أجر ما بقي وحي هاري أجر كيسبا قوة هذا لباتن بريا إلا مال الوحودك ما هي طبعاً بودك ما هي بيش إساسة كتكت قال وحوري أن إني أطيق وحان أوذى أكثر من ذلك إنت وحكم بضبا النبي الله أوذى قال صم ثلاثة أيام صدح ما الموت صور ولك وحاكوا هذا أجر ما بقي وحار أجر كسبا اللي ضهي صدح ما الموت صور وكذبنا صدن كبير بها لقوق ولي ما البطن بكو هذا هي قال إني أطيق أكثر من ذلك النبي الله وحان أوذى إنت وحكم بضبا أوذى قال صم أربعة أيام صدح ما أفر ما الموت صور ولك أجر ما بقي أفر ما الموت صور وحال هاي إن بش لغاسيو أفرت ما أجر كل لغاسيو أما لسكوك كعر عليو بش وحكا بضن بان لغسيدين قال وحوري إنه يطيق أكثر من ذلك قال صوم صم أفضل صيام عند الله مرضي سيداتا هاي وحبان كبضن بان أو الليه هاي oo maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood aan ku joogsanaynin waxaad soontaa soon sunno la soomo midka ugu khayr badan ee ugu fadhi badan sum sum afdala siyami soonka u wanaagsan ama u qiimo badan cinda allah alla agti cinda allah alla agti waa maxay waa soomu daawuda calayhi salaatu wasalaam waa soonka nabi daawuud kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma maalina wuu soomi jiray maalina wuu afuri jiray idan ما لقى مرة ملا صوم الدهر يبقى فضي بدني إن مال مكر الله سرعية فضي بوايس كل ما تي صون سنة أو سنة مطلقة أو صون كنبي داود كخير بدن نبي قم يشرو تاجين عليه الصلاة والسلام
وحدثني زهير بن حرب ومحمد حاتم الميمون جميعا سوى ذجر لبدا وذات عن ابن مهدي عبد الرحمن قال زهير سوى حوري في رواياته حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المروزي حدثنا سليم ابن حيان سليم كلي يبقى كجر ان بضم بين صومر سليم من ليداده اسغا كليا كجر وحي كلي مرتان في صحيح مسلم وسليم حدثنا سعيد بن ميناء ابو الوليد المكي قال قال عبد الله بن عمرو وحيلي قال لي رسول الله يا عبد الله بن عمرو بلغني وحي سوغار انك تصوم النهار وتقوم الليل ان مالك ان صومته هبينك ان اتسوت تاغنت تسوجي دال اي شيغن فلا تفعل هيلي سيداكم وفي عينيه هيال فإن لجسدك عليك حظا شرك هذا حق بك قوله يا هاي نفوال الربا بهذا الإطلاق صح ماها نفطوال الرطا والون حريستا وعوشي سفيان الثور واغو مرتي عبد الرزاق واغو عرر هاي أبو جعفر المسعود دبتاقنا يمنو عرري سفيان الثوري عبد الرزاق إن بدأ اسمي سنأقونين لكن هو البنين كالوركي سواهي من إمام وفقيه وعابد وزاهدة ومعود انت اللعك تاي وشيء والبو خير لمبركوة أيو عبد الرزاق هلا هي وركاس وكه هلا سفيان الثوري أبو عبد الله الثوري واجد دم باصن على يوم مرتيا سوى كعرة يقدولدي في بين عباس امتحان كاي أوائل كي ظهر و سيبتو راهق با كجري ربنا أمي يدقن كوذي بي انتهي دبق لهم بي نكي هال عليا ملحا قادي جري أبو خاصنا أبو جعفر نكي كوه ريا صفاحة هابا سيد دوني بان نقوتي مركة ومرتي سيدان الثوري مركة هبين كي عشو الله عبد الرزاق بعشو كان عشو بو سيفي عن عنا سيفي عن وقون صدي عبد الرزاق يوع عشي وذاتك هذا نحوري شراب إيكي شراب بالو دياري سفي عم بوعب ودركي وذاتك عبد الرزاق درين بابا قالوا يو وحيري وذاتك سفيان الثوري هاي زهد عبادة عنت يرد لو شيء هاي عاو حدك يوام من كان حمارنا يمحوها مركو عشاد لما يستي شراب كعبي ومصوش آذي وسو ويسيستي سفي عم بقول لبستي مركو يا عبد الرزاق يقولون اعلف الحمار ثم كده حال إذا دابوري ضميرك واجد سيف عن أسي كدي بناس عن أرر ويستجيبوري إلى أن طلع الفجر عشان الله صحيح قادم بيعيد استاجو استاجي سو تاجنا أو تكنا يي يلو آدمي بوري ثم صام في النهار ما كان وصل مركو حاوي إن صحيح قادم يي يا الله إسكت بردو دمي وشو كلا دوان تاعي كلا دوان تاعي وشو مركا شد قادو إسكمالي هيد مركا وأينات إلى لسه دفتي سي ينولش يسي عافمات كي سي يات كتر يسو إلا هذا كوش قيس سنية هذا كوش قيس سنية وكل عبادة سنية والله يقول دوانية مركا ضد فراها كردو ويدو ذكر دع ضو دقاق ويدو هدوم عاد قمن دون تاعت فإن اللي جزدك عليك حظا ديف بكوله هاي وإن ضرطي واجب تاعي ولعينك عليك حظا إشهادنا حق بكولة وواجب أولي إلى النساء وإن لزوجك عليك حظا صدرت جماعة من السلف وحيلا إن بيران قاتش يسوجدها بالنمو هي كشكي قاتش يسوجدها بالنمو بيكون بيلر عنده قطك وإن لزوجك عليك حظا حاسك دون هذا حق بكولة سوين إلى الواجب ويكفض بدن سوجدك إيه صلاة الليل صم وأفطر صون حقنا أفر صم من كل شهر بل والبحر كصون تا ثلاثة أيام صدح مع الموت كصون بالكستا فذلك صوم الدهري صوم الدهري قال هذه السنة كنا صون تا هاي كاوي قلت يا رسول الله إن بي قوة نبي الله أود بندريم ورا ليرو وقمامة هي قال فصوم صوم داود هذا الحين يسكو هيسو نبي داود صون كيس صوم بالويل صم يوما وافطر يوما ما لنا صون ما لنا افر صدرت هاوش النبي وشيغي سلف وحكري واير يهي نين صون دبا قبطول ولا وسدين جر وداركيس وحدا بعض الصحابه نين لكن كان هاوش ايضا واتكاتي قال لو دعي واي نين صون نفت انت سفي عن لو ليل نفت لغا غويلا
فكان يقول نبي أمبا أود كري عليه الصلاة والسلام نبي ونو حوغة تغي رأفة بالأمة وحيابا نبي أود يوسمين كري أو وسالك كمدي هاي وصوم الدهر إنو وضعي كمدتا وحوغة تغي رحمة بالعباد لقول يا ديلا نبي ونو حسميان سمين نبقى سي بابي إلى هاي. فكان يقول وحورن كري مرك عبد الله بن عمنا واقدم يا ليتني أخذت بالرخصة الله شليتي رخصة النبي محمد من قات واقدم بوايا لي وسيدة أورن كري مركا النصيحة النبي انو قاطع اي اهيد او خير بدنيد او نفضي بدنيد لكن النبي مركا اركنو استيرحنيد وعبادان او كم من يهي انتو لا ترين كريب ولا تريي كمان حرمين صونك بدناي ومركا او وذي لكن صون كفضي بدن صون نبي داود متشيرو نبي انو شيري مركا سيداهم هلا يالو عبادة بحد اوودي كرتان اذ جوكتين كرتان إخلاص يريلا آني هالقو أركي هالقاش يجي أسس أنكا هين أتقول إيمان كرتان جوكتي جوكتي جماعة من السلف بيجوا حيرن جين تاجرتاي وحافي عن إن العبادة هي خيرات كبديسه سهرد ومركد وايشو حور نقالك وقصهر مركو ربا أدور لين يراه هذاهم كورس شنطة سلاو جماعة اللي قلت كذي الرواتب تكلي هنا رضه وأقدم بوعده جمعنا واتكتن كذا ويجو رواتبتن واتكتن لكن مركو روانا أوض فوقي زيد هن سيهدو مكاد صوتي ردكت ها حلو وناقصن كوكو صهر ما كفي عن لبا لبا عبادة نحن حاضر النبي كنت ليا أو يران إلى قد قشاد وذي كرتو إناد عادة كدقت مدرسة كخير بدن نبي قلنا أماني عائشة النبي قال يكسو قوريسو النبي محمد قاب كيها كان عمله ديمة شيء لجوك تيوها باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وحو بابي هاي دول والبئين لقى صوم صدح مع الموت إيا مالك عرفان الله صومه مالك عاشوان الله صومه اثنين يتخميسنا لقى ورهاي وحي كيمت حدثنا شيخ بن فروخ الحبطي حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك يزيد من ابي يزيد الرشك اي القسام رشك هو لغه اهل البصره نينك وحقيبيه الراجمه قيبيه اما دولك قيبيه انجينير كي انت سو متري انت سو فيدي انت سو هكتر الى هذا اي الى هذا رشك هو اصل كيس ويزيد من ابي يزيد الضبعي الى هذا رشك هو من لغه اهل البصره قال حدثني معاذ العدويه أنها سرد عائشة إني ويدسي إيشكتي زوج النبي النبي حاسكي سائد صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله رسول كلاه ماها يصوم كيصوم من كل شهر بالولبة ثلاثة أيام من صدح مع الموت معاذة ويدسي عائشة قال ذو يدا وحيت النعام نبي بالكستا صدح مع الموت بكسوم مجر فقلت الله وحان كؤري من أي أيام الشهر كان يصوم ما المهيب بش نبي كسوم مجري صدح ما الموضة الشيكتي إنه بيقول سوى مجري بلو كستو كسوى مجري ما المهي أهايين قال الوحيد جري عائشة لم يكن يبالي نبي ما هين مدو أبي له من أي أيام شهر يصوم صدح ما الموت ما المه كردي غيو نبي ما أبي يري جرين وما أبي يري جرين لكن بلو والبا صدح ما البو كسوى مجري وحلو حنباري وما أبي يري جرين وكردي أول كهوري إبشاء إنه كده يقول ده حرق وجليه إنه لما يتكبش وجليه إنه يسكت حجيه إنه كلا قاده ما المجنون أو نبي قط ما أنا مجري كل بصله فراقه كله لي كنشيس ونقضه أي كسر مجري لأن هذا ما لهم معينة وبرد من بيش نبي قط كتوجن لها وحلو قدن لها بيدوه يني واجب تاي أما هالكاسر قلنا في بحلها بالبلغة يا با إنه طبعاً كبرية هو الرئيس وحكسهم بالله طبعاً كده حصد وحكسهم إياه بالله طبعاً كقدم بيسوق كسهم إياه أما وسكو رونية ما لين بش طبعاً كهرائي ما لين طبعاً كده حائي ما لين طبعاً كدم با أما طبعاً كدم بيسكو جيني بالو البقاء كوقبته سلاصي كوقبته يا لوت كذا أساسا لوجي ذابي يليه محي يلي
أحاديث با إيمان دونت إن بقى أيام البيت كأسومي شري خميسي سنين أسومي شري يوم عرفية عاشوراء أسومي شري أشهر الحرم كخاصة بش محرمنا وما المبدأ كأسومي شري أيال سووري إنك سون صحيان كأسون كيمان طيب سونا كاتكوارك تابو دود خاصة تبعتكم مرتي حديث كان مركوا من أخرجه الجماعة إلى البخاري حديث كان أخرجه الجماعة إلى البخاري مسلم يسونا كاسو سارة وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي بخاري بهذا السند بكوريا لكن عن شيخه أرسلت بن محمد أرسلت بن محمد عن مهدي ماشي مسلم وعبد الله بن محمد كوري قال حدثنا مهدي وهو من ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير الأزدي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي حكوي عمران أو أمسا قال لرجل نبي قال ننكوي لي وهو عمران يسمعه مغلي أما النبي قال أني إله الله وهذا الكي وقف صدي أما النبي قال أني إله الله أني هو مغلي له راويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلي عمران مباشرة أو أمسا قال لرجل نبي قال نبي حكوي لي والله الله وهو يسمع وهو عمران يسمع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم وعمران يسمع رواية البخاري وحيد وهو يسمع مشهد وعمران يسمع رواية البخاري قال نبي حوري يا فلان هبلو أصمت مصنتي من سرة هذا الشهر سرة الشيء وسطه سرة الشيء وسطه شيء حدنتيسو وبرتميهسا شيء حدنتيسو وبرتمها أصمت مصنتي من سرة هذا الشهر بشان أيد الشعبان كجره برتن كذي مصونتي سداسة اللورية لكن نسخ بضان وحاكو يمد عفوا عفوا نصوم نصوم المسلم وحاكو تمد ونجدا أصمت من سرر هذا الشهر سرر هي سرر هي سرار انت بوال آخرية سرر كو هي سرر كو هي سرار كنا وحاوي ومالمها بش قدام بيا حلقة سوقاتي من استسرار القمري دبشة بش أي دبته لباتني سيديد لباتني سغالك صدنك صدح لما الموت بصر شهر لي بش الضبايا قديدة وهبينها بش أي اللي بدين سوي بحين أضي دبتنا أضي طومن طاين اللي بها بين بدبتا مسهلة بين بها أضي شنال نيسا الله بي دبتا طيب أضو الله ما صدح الدري قدن بيس بش سرك الليلة مركة هذه الرواية أصمت من سرري أو سرري أو سراري هذا الشهر ليلة هذا وهو المحفوظ ليلة هذا ورسيد الرجب الرجح يعني بشان شعبان آخر كذي مصون طيو بشان آخر كذي مصون وبلا إن آخر كله قصة ما بوانا أقسم بي مركة أورنية هديس من سرة هذا الشهر ليلة هذا بشا برطن كذي إنسون كله قليو أيا في عام بيلي يوم دادنا قال حولي صحابيكي لا نبي الله بشان طب يا قدر أمات كذي ما ننسو من قال نبي حلو فإذا أفطرت أي من رمضان رمضان صوم كي سمرك هذا ما يسو فصوم يومين لبما الموت رمضان مرك هذا ما يسو لبما الموت أو مالمه كاب بعض بيش شعبان دمات كذا أها صون الله إمو أنا سرعين أورط بالحديث كعمران مسوي أنت سوكي كحديث عمران أورط حديث كان مركب مكسا من سورة هذا الشهر اللي هذا وحوم بظاهرة معارضية أحاديث أورنا يسي شعبان آخر كذا صون كديديس أما هذو كلا برمو صون كديديس نينك عادة لها موية والنبي أورنا رمضان هأقو قل ديجنا صونها كلا هرمرنا هربحية الجوجية هرقو صنينا كدا أيها وشا رمضان اللهم إن العادة صلى الله عليه وسلم أما قضوه وقبت مويه هذا لو حمقته إنه نبي أمر يو أمر استحباب بش شعبان طب يا قديدة إن الله صومه سحابي قلي مسوه منه حكوي لي رمضان ما كاضم يزو لبما الموت صوصون وصونا دي لقمتك وناك لقمتك قل مركب محلقو جمعين ايا حيلي وحلقو جمعين ايا وحلو جيدا وحال الديدين هاي نين كان عادو لها انت انو بلها طبياقه وصومه ايا الديدين انو صوم كلوه رمضان بصوم يوم او يومين
لكن نينك بلول بطبيقة كسومي جري شعبان طبيقة وسومي ياسو إلا عادة وطاي. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد عن حماد ابن زيد بوجده. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان مركودات كما هدي بن ميمون بالله متابعين إياه عن غيلان بن جرير الأزدي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه. رجل أتى النبي رجل أتى النبي الشأن والأمر أرنك وحوءها رجل با أتى النبي ويمت نبا النبي ويمت نرمين وأها. رواية ابن حبان بعض أن عربيا جاء إلى النبي تي عبد الرزاق بن كده ريدو جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف صيامك نرمي النبي سود الاستاق نبي الله صدو صون تكور بحبه صون كذا صون ضع كشكي هوش النبي وكعرض فأعرض عنه نبي كجستي. وكان إذا سئل عما يكرهه عرف ذلك في وجهه فسكت العربي حتى ذهب الغضب عن رسول الله. ورواية عبد الرزاق في مصنفه نبي مكو شيء لبصده وجهي سلق قرنت برك صحابه وكاء مسجد لك لا رميه أيوة نين أمسين بالغية با نيك هلا كمكو نبي عراضي وأمس كذبنا وكان نبي عرضه كدك تي عمر بقى سؤال في عن أو سؤال فقيه ويدي مدلون كجلنت يا رميه أنا هاي. رجل الشأن والأمر وحوي رجل بأتنا من نبي أويبت فقال وحور كيف تصوم سيدو صونتا صون كذا صون هذا كورن بو فغضب رسول الله سؤال شنو عاس النبي الله وسين صون نبا لقى يا في عنيد هذا المسلمين ناي صون كيف نوفض بدن طاب كان صوننا محاط جعش هاي وحنا قلنا خصية كهذا ما بقى هفرانين ونبي قلنا سؤال قاب كأقول تكتو حكوجري خطر ديني دو عائمان قرطة إنه نبي قلت هكوش قاب كأصوم أذرها قرصته تذكر سطنا قال لي ما ماشي كسبو ذكرت وهلس وحدعي كرتنا واركتو قاب كن نبي وصوم إلا قفت بدنيا وخطر قش سيد خوارج تأيكو قالوا به مركو وكم في عنبه وحال الرباين أتكو قاب سطو وحال الدنت هذا نبي الله سنو صنا صن كيف فد بدن صن كتنا نوت الماء. فغضب رسول الله رسول كلابا كعرض السؤال شيسي فلما رأى عمر وغضبه عمر مركو أركن عقل بضم بو النبي عرديسي قال وحي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله سداس سيدنا عمر رضينا بالله ربا رب النمو الله انكو قنعني وبالإسلام دينا دينا إسلام كانكو قنعني وبمحمد النبي نبي النبانا نبي محمد بن أدور أنكو قنعني نعوذ بالله الله وحان كما قال لي من غضب الله عردي سان كما قال لي إلهي عردي سان الله كما قال لي وغضب رسوله نبي عردي سان إلهي كما قال لي الله وحان كما قال لي أذيك عرض هذه أدون كذا رسول كذا محمد حبيب كذا عردي سان كما قال لي. فجعل عمر عمر حب ذق لي يردد إنه كل عين هي وركادنا هذا الكلام هذا الكن حتى سكن إلى الدقي غضبه نبي عليه زي دكتي هذا الكاس بنبي وقدر يا مي هبوني الدرة هبوني الدرة نبي عمر باكر هالج نبي الله أخياري وحين فصلنا بأسو حروذي سبين باكو وحرم بوله قال له نبي يا وارين دينه دو خطر كو كينيس الدنيا نبي قادير لو يدي أو عدب كستلو جيس نبي واسكو قصلا لكن ماشان خطر باكو جرته هكبا كجرا ننكي أن كفر سنوكود عايو. فقال عمر حور في سؤال وناك سيك يا رسول الله رسولك الله يو كيف بمن يصوم الدهر كله حالك سكورا ننكي سند خورنا بصون سنة اسكورا. قال نبي حور لا صام ولا أفطر ننكي من سوم من أفر ننكي وخساريوي لا صام ولا أفطر يعني وحور هبل واد علو شيء كتيرين وحكو شيء هدي اللي قديلي كتيرين أنا قديلي ما يو نبى مكتو أول إيه بقى نبى وحكو قاتي ورادي أن لقط نتلو لقودا لقو مرارين كتير أنا كم مرارين ملاك هدي علو شيء كتيرين وحكو شيء نبى محسومين لا هدي إذا يري الله سام ولا أفطر
وننكي سوم الدهر الدبي استاجا من السومين ها منا أفرين وام عجاتنا ويد الشيء أجرنا ميلوي لا سامة أجرنا مقرن ولا أفطرة ما باهي ترنين لا أنك يوم كيس كمل ريمو يا سجى إزدري يعني الطريقة الشريعة هو التاس أو مسقار نبي وحوجي لم يصم ولم يفطر لم يصم لم يصم عفوا لم يصم شرعا ولم يفطر حسا واساس شرعان مسوم حسنا وما افرد واسو ازدلا هي مركا صون لغو ليمد وي صون لغو ليمد قال وحو النبي الله تاغرنا كيف ما يصوم يومين ويفطر يوما نبي الله كور نينك لبا مال موت صوم ما لنا افرا ما لنا افرا قال نبي وحو ويطيق ذلك احد هوشا ما احد اودي كراجرو بلشده امته كميده أنبيون بأودي كرتا أنبيون هاوشا مري مهيانو ومضي كو أتكاني لو مضوا أنبيون والغدا يانا ياي ويطيق ذلك أحد ما أحد بأودي كلام مع الموضة الصونة يا ماين أفرة سنة كوحد كسومي سيديت بلوت وحنا كأفر إيسا أفر بلوت سنة كلابي توم بلوت ما طيب قال وحور نبي الله كيف ما يصوم يوما ويفطر يوما نك ماين لصوم ماين لأفر كورن قال ذاك صوم داود متك واصوم النبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال كيف من وعن حال صوم مرين أعبد الناس رواية مريسين داود أبو داود وحوها عليه الصلاة والسلام أعبد الناس ذلك أحد كوي عبادة بضنبوها سيغضى أفعل تفضيلك كجر توحلوجي ذا زمن كيسي يقرنق النولاء نبي الله داود قرن يقول نولابا اللوجي ذا لكن رواياتكم مصر قرنين أحد نبي محمد كعبادة بضان عليه الصلاة والسلام مركة علمات والساسة أبدين أعبد الناس أي في عصره وزمانه وقرنه وفي أمته باللوجي ذا نبي الله كورا باللي من يصوم يوما ويفطر يوما تو نبي قسي بقوات ننكي مالنا الصومة لبن مال موضة النصطة وصنة ثلث كصومة ثلث إيه ثلثان أفر نبي الله كورا قال وحن نبي وددت وحن جعلان لها أني أنوغ طوقت ذلك أرك إلا كرنسيون كرون أوده حجي ذا نبي قوة أوده بشر رمضان ودنبو اسكب بحن كرا بسحور لآن يا أفر لآن لكن وكتغي ربي با يقوذيو يورابي إذنكو كلامي إني لست كيأتكم إني لست مثل لكم لكن وضد قاديسو إن لو وضد قاديسو إيا قادي إنا تكلي قامرت وكلا دونتا هذا مرك يدد كل سعود ودقي كل سعود عر كل سعود ودد توبية وواسعة وان حنف حنن لهين وان فلقن لهين وان كرتون إي وحتاقن لهين بعد مري تذكيري قادتا هنا شل قوتي وقوية تكدع ضربت هل كانت تكتشيح برطاسة تكبيه ويكل الدوان تاعي نقول كلا قال صلاة ضو بدو تجني يسوي يوم دارا دو تكني يس وراد ما دار تجني يسان قابية أو كأوضع يفسن كود ضيدا أو أمة دحارة ده الله سعدا ما كانت كل جا تكني فلي يطول ما شاء ضو ضب قرية على عمران نسي يسكو قبا لحد اللي بيع آخر هذا يكون تعالى لحد اللي بيع واتق أنا صوبه طيب أصبع طوال وددت وحان جعلان لها أني طوقت ذلك مع أمتي أنا يوم مضينا إسلاءه والنهوشة والله إيمان كالربان جعلان الله ثم قال رسول الله رسول كلا يحوري لأنه تفسير كالنصوص مرارك قاركوت وحاك لغفة نصوص تقود نصوص تقود معنا اللي قفة هنبقى لغو قيداء أما لغفة نصوص تقاركوت طيب أود النبي يقول عبادة إيا أوحو الرب القليي في الصيام باكوتو سي النبي يقول جيدو أمده ومدر تتوبر دور تتوبر لباتن بري بي بعض الصحابه وصلن جيرين وسال عبد الله بن زبير بلغاها دور تتوبر بل انه حتى كدوي مره دمن وصوب كو اف بجير يسريت نعب نادوا بضربها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر بل والبصدح لغا صومه ورمضان الى رمضان رمضان الى رمضان كنا هلا صوم إذن رمضان كان نصوم كحكم نصوم
انت ودح حيسنة كوي تبان كبلوت بالوالبا ما صدح ما المدكسو. فهذا صيام الدهري كله متكاسة سنة كوردون الله صومه. صيام يوم عرف صومه احتسبه صومك مالك عرفه مالك عرفه واتقانان مالك السقالات بشاء وتقانان عرفه أمد الحجة الليلة وبشاء قدام بيسة سنة كمسلمين تا سنة كمسلمين تا بشاء قدام بيسة أحتسب وحان أجر قرب سنة يا الله إلهي أجر كرجين يا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها صومك يوم عرفة ما حد كدوني سنبع الله صيام يوم عرفة ما حد كدوني أحتسب على الله إلهي وحان أجر كقدل بهايا إن صومك يقابل المريو أن يكفر إن ضاف السنة التي قبله ذنوب تسغائر تا سنة عرفة كهر ريا دعالي لو سنة كدبيا قديسي وبش سنة قدام بيسي وحي كهري كويو تبنك بلود كهري سي وحي دم بي الصغير يعني سمي ربنا قد عفو والسنة التي بعد سنة قدام بيبا يوم عرف يمان العلوسوي سنة كهري هي سنة صوص عضا دروب تأث ثمين يسي صغائر تيار يربا لغو دافيا ولغو ترتريا كبائرتو توبقوني وباهنتهاي بإجماع أهل القبلة. أما صغائرته دم بيقول مركو صغيرية أو قادنين إن أن توبت لسكربين هذا قرب من سوم مري دم بيقول وإن كان صغيرا إن لقى توبت كان واجب وفرض عين بإجماع أهل القبلة ولبع على الفور سيدك دقال لقى توبت كانوا لكن من فضل الله ورحمته وحاكمه وقابك وحبه لقى دافه إن الله تماد عباده فضل بطن خير بطن صون أوكالي صلاة أوكالي ويس أوكالي صغائرته انت ام بكد وانت ذنوب تكل صغائرته ايضا لقد توبت كينين يا ربي عافية او كعافية عمل صالح والله تمت لكن كبائرته التوبه يرتا غونيه. وصيام يوم عاشوراء روايه حديث يقول حكم ذا حديث احمد صيام يوم عرفه كفاره سنتين كفاره سنتين سنه ماضيه وسنه مستقبله لبس سنه يا لقد مدافع سنة كهر رئي متقدم به. وصيام يوم عاشوراء صوم كمالك عاشورانا ومالك طبنات أما سقالات بشة زكو أما محرم السنة كإسلام كبلوز المهم عاشوراء يعرفوا لو بلوز كحكتي كترة عرفنا بشة لو يتونات بكترتا عاشورانا محي كترتا بشة كوباد السنة كمسلمين احتسب. وصيام يوم عاشوراء عاشوراء صون كذا صون كذانا احتسب على الله اي عند الله الله اكتسب حان كاجر دونيا اما كاجر طلبها يا ان يكفر السنه التي قبله انو ضافو ربي كترترو ذنوبتي كهريس سنه كي هره دحداي سنه الماضيه سنه كي دمااداي اي عرف كفريستو وهي عرف كتكتب اسونا بابين يا واد كدرتو عاشوراء يعرف هذه عاشو عفوا ادمت كغابستو هذه لكن عرفنا صوت صونتي عاشورنا اد صونتو عاشوراء وحسو بدليسا رفع الدرجات بين غنيس ورفع للدرجات من نوع كفاره لان كفاري هي رفعي بيك نقون امرك ايضا ادلل سنرنا تلماميس روحي ان ذنب لهي ماشي لو قد ذنب دافلها وحال لوغو بدليا درجات بلوغو بدليا. وحدثنا محمد المثنى ابو موسى البصري ومحمد بشار بن دار شيخ الجماعه شيخاء الجماعه عفوا واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن غيلان بن جرير مرقى وحور ربا روايه معي روايه حماد بن زيد عن غيلان تنوى شعب عن غيلان سمع عبد الله بن معبد الزماري بن مغنى عن ابي قتاده الانصاري الحارث بن ربعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فالنبي قال له ودي النبي قال صوم كيسال له ودي ونرمي ودي فغضب رسول الله رسول كلابي عروضي فقال عمر وحوري رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعه روايه ضمبي شعبه زياده وضطاء رضينا بالله ربا رب النمو الله نكوك نحن الله قال لي ربك لمله ربي هدي الله شيئا الى هني مدبا سوق لي سوق جرته الى الله عابده قول له سوديبه
ومملك اللود داي الله نكون قنعنا هذا مسلمين وبالإسلام دينا دين لقاطه لقول رقمنا الإسلام كان نكون قنعني ومحمد الرسول رسول لما النبي محمد وقال الله نكون رعني وببيعتنا بيعة النبي قال لقل أحد يقبل أنك سبحانه لقل نوحان وقوقنا عني بيعة إن يتهاي مرضية عند الله بلني أهل إلهي أتي سرالي لقيا وقيمة بدأ إن يتهاي برا من سنة شلايتي قوم كم تشوك نوي بلنك النبي قال لقل الله ما علم بدن يقوى بدن بأنه أمن كان أمن سنة وقوقنا عسنة النبي الله وحعروني وي هو شازمان نشبينين من ريمية هدو حيوه هذا الكأت كييرة لما قبنوا لما قبنوا نمن جماعة والله فدي هذون كوقفوا وأنت كالعماد كسارة واتكو قصيزوما هذون حيوه كوقف قمامة وكوات كي أنت كان لا يكوقف سبن حرا وتصبح قرط الجوجل عماد ما لقاس أنا كوفيد جوجل يحاول يهوش واتك قنعيس طيب مركز سيدنا عمر نبي قال يقنا مركز سياسة في عمبو استعمال نبي دشيء قال فسئل النبي مكة حالة ودي عن صيام الدهر والسائل عمر رواية يا صعديس فقال نبح الله صام ولا أفطر أو مغحول ما صام من السم ولا أفطر من أفرين قال وحول صحابي فسئل وحالة ودي عن صوم يومين وإفطار يوم لما الموت إن لا صوم ما إن الله أفر الله ودي قال ومن يطيق ذلك يا أوذك روي في عن طائه قال نبي وحول صحابي وسئل وحال لو ودي عن صوم يوم وإفطار يومين بعد لو ودي إذن حديث كان مركو حوي صوم الدهر ماشو لوارة حديث كان أبو قتادة صوم الدهر حديث توريت صوم ريسن حالي يكون كوري أيو اللمدية حالي رقنا هفيبان إذن كدر يا رقد دي دنا سيام يوم الدهر سيام الدهر إنو حاران يهي قبي صحابا صوت شيقي تابعين بانو شيقني جماعة من السلف وكلام شيء صحابة حاليه اللي وحاكم إذا أبو ذر باس نقبي إنه صنع سحينين وحاقبي سلمان الفارسي وأصوغنا ديدنا عبد الله بن شداد أي أصوغنا قبي إنه صنع سحينين حق التابعين مسروق بن عبد الرحمن أجدع باقبي عبد الله بن عبد الرحمن وليل الأنساري فقيه أهل المدينة أصوغنا قبي الأنساري يتقرن إيسان عبد الله بن أبي ليلى عفوا عبد الرحمن بن ليلى مسروق عبد الله بن شداد أبو ذر سلمان الفارسي شنطة صدح صحابي إلا بتابع رقه وركضرة فربنا يا حالي مركب ورك ابن حزم ورسال الماء نسكن وكعد يعني. وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين ولا ودي نبي حلا ودي ما لنسون كي لا ممر من الله أفرا ودي قال حليت أن الله قوانا لذلك واك الرواية دي رواية هران عن صوشة نمحي هيد وددت أني طوقت ذلك إن أمد اللوجة ذلك وعد يس محور نبيه ليت الله هدي أن الله سبحانه وتقوانا لذلك أركا ونكرسين لها دان مسلمين هاي ويفعنا الله يدوي رواية دمات يور عضيني سبحانه نبيه ويوجه قال وحور وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم نبيه لو ودي قال ذاك صوم أخي داود ذاك كاسو حوي صوم أخي داود ولكن داود صوم كيسوي قال نبي حور وسئل عن صوم يوم الاثنين نبي عفوا حور ابو قتاده نبي حال ودي سؤاله وحاسكالي او سائلكو وعمر سؤال شو اهر سنك الرميق امويه وسئل عن صوم يوم الاثنين بل ودي فقال ذاك يوم صوم كمالك اثنين تو في عي ويوم ولدت فيه الله يدلي مالك انو هذا شيء ويو وان صومي شكرا لربي ويوم ما لي ويبعثت الله إساره الدين كلا يسوس النبي الله يقدر أو أنزل علي فيه لجودة وحي جاء رواية تقول إليها خارج الصحيحين ويوم أموت فيه وي وما لك لمن دون دماري رواية مركز يداس وهذا ضعيفية قال وحوري فقال سألك وحوري النبي وحوري صوم ثلاثة أي ثلاثة من كل شهر ورمضان رمضان إلى رمضان صوم الدهر صدح مع المضوب بالكسر لقى الصوم رمضان كان لقوا حلو لا الصوم وصوم الدهر سنة كورونا لا صومي وسئل عن صوم يوم عرفه النبي قال ودي قال وحور يكفر السنة الماضية والباقية أيوة المستقبلة والوجدة وحور دافع تكفيرك وإن سيئاتك لقى قريه عفونه وإن لا ترتره والله بكلا باب قرآن كم مرة يكفر ينكفر بذكر كيسا
مرنا كفارة أحدث كوار كيسا مرنا عفو يغفران بات كوار كيسا عفو هو إن شيء لباب إيوه تكفير كنا أصوان لباب إينين إنا لغو عبين الله أسطروه لغابة قريبة مش دونها كيان دون مبوغا اسكي كيان وحي لغاو الدين مايو لغو دلاحين مايو أرك ميسيد ملائك لوقين مايو انتو بحافو فوق سيد غفران غفران هو تاسوه مغفره بحيو تاسوه إن لا ترتره لا قري ولا أستره صادرت النبي اغفر لي ذا كبدا هذا الكيسة ماش عفو أكوير يا هاي غفرانك هير سرية إلهنا أيضا إنه قوي يرى انت بدا مركلا بدا لواسي كليين يكفر وحو أسترا وقرية السنة الماضية أي ذنوب السنة الماضية سنة كتجد ذنوب تي صغيرة آية والباقية تصوص عتي الدنب وسئل نبي وحلا ودي عن صوم يوم عاشوراء فضي كجر صوم كمالك عاشوراء قال يكفر سنة الماضية سنة كهوري ذنوب تي سبا لغو ترترا وحن صوم رحتك من عباس كن هل بقول صدنا يلا بكم كفيرية بين صوم رأسه أورنية نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبالقناة فضل إيلاد أسهم يمعرك عن رمضان كأهي سيدو كان نبي مأرك بو نبي محمد مالين قناة فضل أسوه كره دين يسومي ونكاين عاشورة سمين السمر هذا صوت سارة كن هالبو قل صدن يلبو يقول الآخرية معور ابن عباس يوم عاشورة مالين سالما ابن عباس نم وحو تبرق لي هين وحو تبارك الله ننقف النقضة وحوري وعقل له وعقبان كرا في آخر حياة محمد عليه الصلاة والسلام متى مسمى آخر حديثك ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على أيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء حسبك أنت سنربا عاشوراء معها فضي سوحة شيء كليا معها حديثك حديثك من عباس باكا قيمة بضان حكا قيمة بضانية نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومالين قونية وصنة كميدة بيك سنية أسوكو الرادنية مالين كأجر كسير فضل جيسة ونما عاشورة كأهن ما ربوني طيب معنى مقوام معي عاشورة عند ابن عباس ويكفض بضانتاي عرفوا يكفض بضانتاي ساسو سوكو موركو أركا لما حيالي انت بضان وحلقي النبي عرفكو أهدو أسوكو حاجة أما صفر كتشرة أما جهات كتشرة مسلم حلو وفي هذا الحديث حديث كان وحاكجر من رواية الشعبة وحاكجر قال إنه شعبة يدي وسئل عن صوم يوم الاثنين بنبغ الودية والخميس بنبغ فسكتنا ونكاء مصني عن ذكر الخميس بنكاء مصني لما نراه حين نراه مركان أغانا من ورقنا وهما إنه خطأ يهي من بعض الرواة مسلم وركز وعضا يسنية نبغ الودية صوم كإثنين تي خميس مركز يدي ومالك آن بشي ومالك النبي بدر الله يسوع وحي اللي يسوع دجيي انه يدي او سايس كو قبت وا وهم بول لا محي له وش وحي خاص كنت هاي السنين تا خميس قولكم لا ذكر الخميس ان خميس الله شيغو مركو النبي وكهل لي اسباب تو اسومي او النبي دلشديسا وحي كدجنتيسا ان خميس لو لرو ان اي خطا طيب مسلم ارك وانا سدو شيغ صدرت وحوري كتاب الجامع الصحيح لو مشي كره ورقه اسغا فسكتنا ونقاء ما نشيغن عن ذكر الخميس مع الاثنين لما نراه او نراه والاخريه كرته لما نراه او نراه لبد والاخريه وهما انه غلط يا مركان وارقنا يبا نقاء مسلم صدرت لفظي ام الروايه ومسلم كان خطا تاي كما شيغي كتابك من غير التنبيه من غير التنبيه صدرت ترجمه مسلم كاخريا كتاب مكلو ودي وحوري كتابك كما قرن كل ما صح عندي حديث كسو اكتد كا صحي ما ان قرن جامعه مختصر ومن كلام الرسول الله وحان ميشن كو قري بوري ما اجمع على صحته مسلم بسوقوري ما اجمع علماء عصره وحي كو اجماعين ابن وارئي يا ابو زرعه الرازي ابو حاتم طبقات سوق الطبقيه بخاري رقى وطبقات سوق الرز وشوخ ديس وكر رقى اني الى عيني وحي اسكو راعي انه صح يا بان سو صاريو اول من نقى الاجماع على صحه صحيح مسلم ومسلم
أبو علي الحافظ الشيخ الحاكم النيسابور وحسوق وريي إنه سن أغين حلي ومسلم نوانين لعقونا في فن الحديث حابن حجر وحوري ننكاس أبو علي الحافظ وركيس النفق ننكاس أغا مطون تكبدي علك مسلم باكغافي عنا ننك عصر عيلك كقفي عنا حفظك مطنتي أسند وكقفي عنا مسلم نين صلو متكامل حلق سنة ولا مجرد حفظك المامية مركاو شهور سنة ما عدو حديدين هاي خميس شيء قد يد هنا وحوار كان خطأ طاي مركا كتابك ومقيو لها مصحي مسلم هوش مقيي وان لفظك على قصار روايات كم برد ما نمي أحدك أبو قتادة هاي قدمه حدثنا هو حان نوتي بحديثك وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب من الصوار المدائني وننثقوا جبل حافظة إلا أن فيه بدعة إن بضلنا وإذنسوا الشيخي شباب من الصوار المدائني شباب من الصوار المدائني ومن شيوخ أحمد نيكي أورنجري الإيمان قول وعمل فإذا فسر أو استفسر منه قال النطق بشهادتين عمل ها وين كارتين يا الإيمان قول وعمل بورنا يك قول أهل الحديث مرك اللي هذا محل عمل كقوة ضانة وحوليها هاي رواقد الشهاتين كل قدر رواقب قد يساع عمله هذا ورك مرجاد بنو سرتيو وحدث سعد إبراهيم الحمد لله أخبرنا النضر بن شميل المازني اللغوي كلهم جماعة عبد الله عفوا معاذ بن معاذ شبابه إيو نظر عن شعب المحجاج بهذا الإسناد بكتبه حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال الباهلي حدثنا أبان بن زيد العطار حدثنا غيلان وجرير أبان بهذا الرقي هو المتابعين وشعبين كسي والريين في هذا الإسناد بكوريين غيلان وجرير وذات كتقرن إطمرتين أها عبد الله بن معبد الزماني في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة فذكر وحوشة وذات كان أبانا عفوا أبان بن يزيد العطار وحوشة مثل حديث شعبة غير هذا ينشى أنه ذكر أبان وحوشة في الحديث الاثنين بس الشيء ولم يذكر الخميس مش شيء مركة صاصة في عمبولية وهمك وحيوان وحكومي رواية كان عضيني وكلية مسلم وحادثنا زوج بن حر بين حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مهدي بن عن غيلان عن عبد الله المعبد الزماني عن ابي قتاده الحارث بن ربعي الانصاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وحال ويدي عن صوم الاثنين بل ويدي النبي فقال وحفيه ولدت وفيه انزل علي اصغر سنين بان شيء سنين بان وحي قد جنس الله يقول بالله وإله شكرك إن لي ما دصونك أصغر نبي الله قد يده حديث كاني ترمذي مركو ورنا يوحوري في جامعه وحديث ورطة أخرجه مسلم وأهل السنة من خزيمين وحبان وصول ساران ترمذي حوري حديث أبي قتادة هذا حديث حسن ماشي اللي قرر منه صحيحي ومصن وتحسيني نسائي مركو جمع طرق ديسا ولو أطنب في ذكر طرقه وحوجي لي هذا أجود حديث عندي في هذا الباب باب كان صومي عرفة صومي معاشرة الاثنين والخميس هولها عن حديث فأغو صحيح سنة أكثر أنه يبوري وحديث أبي قتادة أضغط هيسا علمتنا السداسي أبدين لكن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث إلا أقول شيئا أسأل في تاريخه الأوسط والكبير محيري وحوري ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة ولا يعرف انت صدق الشيلة طريق هذا مسلم وطورتي وسوع العليم من طريق غيلان عن عبد الله ابن معبد الزماني عن أبي قتادة وأصح الطرق ونسيد الترمذي أي مرين نسائي مسلمين وكنت قوي حديثكم مركة وحب بخاري أغا قاب صدي وهل قضب حديث شيقي عاشوراء فضي يدو أنا سقاهن لما هي عاشوراء فضي يدو إن سنة كوري دمك القرد آفها حديث كلي الله هي إن نبيك السلام تشري في الجاهلية اللي السلام تشري في الإسلام اللي السلام تشري نبيك إلى شن تشري هولها صدن والله هي لكن يكفر السنة التي
قبله وحاول غشه كلية في حديث أبي قتادة. ولذلك في جامع الترمذي كان نمر وحور مؤغ ولا نعلم في شيء من الروايات هم أو شيء يوم عاشوراء لغدافايو ذنوب سنة ماضية إلا ما ورد في حديث أبي قتادة. أيضا سيد هاتاي حديث كاني وحديث صحيح سيد الراجحة وعالم أو ضعيفي مجرو. الإمام أحمد بن حنبل يوحوري مرة وموقوف مرة وحوري قد روي من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوري مرة ذنب دار قدن عيل كقاب كل سكو خلافي بوشيغ وأنا كتغي على يتحل عقيل وحوري حديث كان طرق بولي هاي وأنا أحاديث ثابتة الأسانيد طريقا أدور طيبان أقيم بلان طرق مسلم وأنا حديث صحيحة وحي لا أنا مقبو كو راويك سوانين ثقاء احتمال اللقاء والمعاصرة ما شئت الله مسلم نعم هاي الأبو قتادة ونوع عمري أو بقول بكل هذا إنه سنة كي بقول هذا وانتو كل هذا وذلك اللي ابتكيس أصدقوا سوى هذا وحاوي آد بيس كوكو دوي هنا نمان كل مكرا أو سأرك كرا لكن إننا هو رمد إننا هو ريب بصر انت أصدق بكجرة. راوغا عبد الله بن معبد الزماني لم يوصف بتدليس ولا إرسال احتمال اللقاء مع المعاصرة إيو ثقة الراوي وضبطه وعدله إيو عدم وصفه بتدليس وإرسال انت وحادير كوي طبعا حافظ باكوري كقا تحديث كنك لهذا عبد الله المعبد وان إسخلاف هوشا شيء جديد صدحات حديث كوا في فضائل الأعمال أفراد احتج به أحمد وإسحاق تلميذ ويسوق احتج به أحمد وإسحاق حديث كان انت وحادير ننك ولو حافظة متابعية لم ينفرد به ولا يراده حرم ابن ياس الشيباني عن أبي قتادة عن رسول الله مرك حديث كونه سوقية هاي هي الراجحة أسقى حتى متابعات كلاج أبو الخليل بمتابعية عبد الله بن أبي قتادة متابع لكن تأحق بدن ومتابعته حرم ابن ياس الشيباني لعبد الله بن معبد الزماني مركا لكن بخاري وحي أوجدت قاسو وحو شرطية إمكان اللقاء معاصرك مكة فطومه وحو ربا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بين الشيخ والراوي عنه بشرطنية أتوقع أشخاص وتشدد كيسيب والله مري لك حدك هو سوغي مصر بصاص وأركاه والله سبحانه وتعالى أعلم.